إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. لا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتصلوا فيه تلفزيون الجديد من مدة وقالوا لي شيخ نحن عم نعمل حلقة ببرنامج فوق 18 مع المذيعة رابعة الزيات بعنوان اللي انتقلوا من دين إلى دين آخر، ونحن عم نشوف فيديوهاتك على السوشيال ميديا وتبيننا أنه أنت كنت بالدين المسيحي وانتقلت للدين الإسلامي طبعا بعد بحث كبير ومقارنة بين الأديان، فمنتمنى أنك تشاركنا هالحلقة إذا ما في أي مانع. فأنا وافقت مباشرة إخواني الكرام لأنه وأما بنعمة ربك فحدث، هيدي النعمة اللي أكرمني فيها رب العالمين سبحانه وتعالى هالإسلام العظيم، ومش أي إسلام، الإسلام الحق يلي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا اللي عم حاول أني أنا وصله وعلمه للناس بإذن الله. كل النعم بالحياة إخواننا الكرام والله رح تروح منا ورح تزول إلا نعمة الإسلام، ما رح نعرف قيمتها إلا لما يجي ملك الموت وننزل بقبورنا ورح ترافقنا هالنعمة العظيمة حتى ندخل الجنة بسلام بإذن واحد أحد. فأنا وفقت وكلكم شفتوا أو أكتريتكم شايف المشاركة اللي أنا شاركت فيها بهالبرنامج، ولكن للأسف أنتم بتعرفوا البرنامج وقته محدد وبيعطوك وقت معين لأنت تقول الفكرة وحتى ما بتكمل الفكرة، وفي كتير أشياء قلتها انشالت من البرنامج طبعا لدي الوقت، ومش بس أنا، يعني أنا شفت الحلقة وشفت أنه ناس تانية حكيت كمان شالوها، عملوا مونتاج للحلقة وحطوا اللي لازم يحطوه، وطبعا ما بتهمهم بأي شيء، بالعكس يعني هيدا البرنامج وهيدا وقته فحطوا اللازم وحطوا لي الكلمة المناسبة. ولكن أنا حبيت صور هالفيديو وأعرض أنا وياكم أسئلة المذيعة رابعة الزيات ونتوسع بالإجابات شوي. خلينا نشوف أول سؤال وبنرجع منكمل الفيديو. كمسيحي ترك الدين المسيحي يعني مرتد، يعني هل تحاربت؟ هل عوقبت؟ هل صار معك شيء؟ وطبعا أنا هون جاوبت أخواننا الكرام أنه حتى الإنسان المسيحي إذا بده يلتزم بدينه مزبوط ويطلع على الدار ويترك كل شيء فرح يلاقي مواجهة من أهله ومن المجتمع، لأنه رح يترك كل شيء ويطلع. فكيف إذا كان هالإنسان عم بيترك الدين المسيحي وينتقل لدين أصلاً عم يشوه بكل بقاع الأرض أنه هو دين قتل ودين إرهاب، وللأسف ما في مبشر مسيحي ولا خوري إلا ما بيشوه صورة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وبيقولوا عنه أنه هو كاذب حشاء منه مرسل من عند الله، مثل ما قالوا لسيدنا المسيح نفس الشيء، ومثل ما قالوا لسيدنا موسى ولكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه هيدا القرآن جايبه من عنده، هو اللي كتبه وعلم الراهب بحيرة وورقة ابن نوفل. فتخيلوا الإنسان المسيحي يلي بده يترك المسيحية، أي إنسان مسيحي بده يترك المسيحية وينتقل لهالدين شو رح يواجه؟ وبتذكر مرة الوالدة قالت لي أول ما بلشت التزم بهيدا الدين عمت قالت لي شو عم تعمل بحالك؟ خبرتني الجارة إنه وابنها خبرها إنه شباب الحي عم يتفقوا عليك بدهم يعملوا لك قتلة، لأنه أنا سبحان الله أول ما شفت النور يا جماعة والله العظيم وصرت اقشع الحق وصرت اقرا وصرت ابحث وشوف يعني والله العظيم لما يقول تبارك وتعالى او من كان ميتا، كان ميت بالدنيا، هو عايش بالنسبه للبشر بس هو بالنسبه لله ميت، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا، انضرب بقلبه النور وطلع على جوارحه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، صار يمشي فيه بالناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. تخيلوا صرت أخذ التوراة والإنجيل والقرآن وأطلع على البيوت ودأدي وقوله للعالم شوفوا شوفوا الحقيقة، شوفوا الشيء المخفي عنا، والله هيدا هو الحق، ويتفاجأ الناس والله العظيم يقولوا لي لك أنت مين علمك؟ ولك أنت كيف صرت تقول هيك؟ كيف صرت تحكي هيك؟ لأنه صراحة كنت أتفه إنسان، أنا كانت شخصيتي كتير قوية وكانت سبحان الله متمرد أعمل اللي أنا بدي إياه، كانوا يعيطوا لي أبو عضل بالقد ما كان جسمي، سبحان الله كنت بحب الفيزيك كتير وكنت ألبس على طول ضيق وأمشي للشارع ما تفرق معي حدا، المهم أنا أكون مبسوط، هيك كانت شخصيتي إخواننا الكرام، وإلا ما قدرت كنت كمل، وإلا كانت سبحان الله أكلوني الناس، بس بفضل الله سبحانه وتعالى كان عاطيني هيدي الشخصية اللي قدرت إني واجه فيها. فحتى إجا واحد اسمه طوني مرة قال لي لك يا جورج، أنا كان اسمي جورج إخواني الكرام مش خضر، فقال لي يا جورج شو عملت بحالك؟ وأنا كنا ننطرك نشوف شو بدك تلبس، والله كنا ننطرك نشوف كيف عم بتبين وكيف، فقال لي شو عملت بحالك؟ قلت له شو عملت بحالك؟
كنت لابس تيشيرت عادية يعني. حتى والله يا جماعة لما دخل هالإيمان وصرت سعيد والله، امشي بالشارع اطلع هيك ناجي الله عز وجل احكي معه، ارجع انتبه انه انا بالشارع قد ما حبيت رب العالمين وحبيت هالدين. فسبحان الله قال لي كنا ننطرك نشوفك شو بدك تلبس كذا، شو عملت بحالك؟ قلت له شو شايفني؟ قلت له شايفني يعني لابس كيس جنفيس يعني ولا مخطي نازله حشاكم؟ قلت له انا عرفت سر وجودي حبيبي، تعا احكيك. انا قال لي انقلبت يا رجل 180 درجه، شو هيدا شو صار فيه؟ وصار يقولوا العالم انه هيدا مدري وين فات، مع مين فات، عملوا له غسيل دماغ. والحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى اكرمني بنور، اكرمني بالاسلام، والله اسعد انسان. كثير ناس بتسالني بتقول لي انه ما بتحب انك ترجع على الفن اللي كنت فيه، لانه كنت بالفن اخواننا الكرام. فرب العالمين يعني سبحانه وتعالى بيقولوا للناس انه ما بتتمنى انك ترجع على الفن وترجع ما بيت، والله اللي بيدوق حلاوة الدين وحلاوة الاسلام والنور يلي الله بيعطيه بقلبه وبيعرف حقيقة هالدنيا اللي ما بتسوى شيء وشو ناطر هالبشر، والله بيتمسك بالاسلام. ومشان هيك بتشوفوني عم بدعي الناس بحرقه، عم بدعي المسلمين بحرقه، لانه عم شوف شو عم بيصير بالامه وقديش المسلمين ضايعين للاسف، ما عم بيعرفوا دينهم قديش عظيم انه يبلغوه، عم بيرجعوا يروحوا يتركوا دينهم ويحققوا كلام النبي عليه الصلاه والسلام لما قال لهم للصحابه لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا له من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال فمن، مين غيره؟ لح تتركوا دينكم وتتبعوهم. خلينا نكمل اخوانا الكرام ونشوف شو قلت انا عن الدين المسيحي. الدين المسيحي دين رائع من جوانب عدة، المحبة، السلام، المعاملات، الأخلاق. في ناس هون قالت لي الشيخ انت ليش حكيت هيك عن الدين المسيحي؟ اخوانا الكرام انا بهيدا الموضع بالذات ما تكلمت عن الدين المسيحي عقائديا، يعني عن حقيقة سيدنا المسيح عليه السلام، انا تكلمت عن الدين المسيحي عمليا، يعني انا كنت تابع للدين المسيحي وبعرف الدين شو بيأمر اتباعه من محبة الناس، معاملتهم بالمنيح، عدم اكل حقوق الناس، عدم السرقة، عدم القتل، عدم الزنا، بر الوالدين، وكثير من الامور المنيحة يلي بيأمر فيها الدين المسيحي، نفس الشيء مثل ما بيأمرنا الدين الإسلامي بفضل الله عز وجل. وفي كثير من الناس المسيحية إخواننا الكرام ذو أخلاق عالية، أمانة، معاملة حسنة، وبعتقد أنتوا تعاملتوا مع كثير ناس مسيحية وشفتوا الأمانة والصدق والأخلاق بالمعاملة. حتى رب العالمين سبحانه وتعالى أثنى على أهل الكتاب بقلب القرآن الكريم فقال ومن أهل الكتاب، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. تخيل إذا بتأمنه على قنطار من الذهب، من المال، من أي شيء يؤديه إليك برجالك. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. ففي ناس منيحة وفي ناس مش منيحة من المسيحية، ومثل الإسلام نفس الشيء إخواننا الكرام، في ناس منيحة ناس مش منيحة، بكل مجتمع في هيك وفي هيك، وكل حدا بيعمل سوء بهالدنيا وبيعمل إشياء شر بده يجاز عليها يوم القيامة شو ما كان دينه. رب العالمين قال سبحانه وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. ما تقلي أنا مسلم وبتقتل الناس يعني سبحان الله رب العالمين قال عز وجل في القرآن الكريم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. تخيلوا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. تروح تقتل حدا بدون تعتدي عليه وتقتله وما لك حق أنك تقتله، يوم القيامة سبحان الله سيحاسبك الله عز وجل وربما تدخل إلى النار. قال عليه الصلاة والسلام فأنا بريء من القاتل يوم القيامة وإن كان القاتل مسلما. يتبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. ما تجي تقول لي أنا مسلم وانت مؤمن بالله واليوم الاخر وعم تظلم الناس وعم تاكل حقوقهم وعم بتغش لك، اذا كان تارك الصلاه، تارك الصلاه لا يقبل منه العمل. تخيل اخواننا الكرام، فاللي عمل شر باي دين كان وعمل سوء سيجزى به يوم القيامه. اما العمل الصالح، كثير ناس هون بتسالني مثلا طب انسان مسيحي طيب منيح عنده اخلاق ما بيكذب بيعمل منيح احلى من الف مسلم، هيدا شو بده يكون مصيره؟ اخواننا الكرام، الله سبحانه وتعالى عنده قانون، لن يقبل من اي احد عملا صالحا الا ان كان هذا الشخص يؤمن بالله الواحد الاحد واليوم الاخر، انه
بدنا نقوم يوم القيامة سيبعثنا الله سبحانه وتعالى بأجسامنا وبأرواحنا، مش مثل عنا كنا بالمسيحية نفتكر بس يوم القيامة بالأرواح. رح منقوم كلنا يوم القيامة، كل البشر الأولين والآخرين، ويؤمن بالله واليوم الآخر وبكتب الله كلهم، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وبرسله وأنبيائه كلهم، ما بيفرق بين أحد منهم، كلهم بده يؤمن فيهم حتى الله يقبل منه العمل وبالملائكة جميعا. هيدا الإنسان اللي أخذ هالإيمان الكامل المتكامل هو اللي بينقبل منه. وطبعا هيدا الإيمان إنك تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل وكل شيء، مش تاخد مثلا نبي مثل اليهود أخذوا سيدنا موسى والتوراة وقالوا نحن ما منآمن بشي بعدهم. المسيحية أخذوا بالإنجيل وبسيدنا المسيح عليه السلام وما منآمن بشي بعدهم. المسلم الإسلام دين الإسلام هو الوحيد اللي بيجبرك إنك تآمن بكل الأنبياء وكل الكتب وكل الرسل وبالله واحد أحد وتخلصته بدون شريك إله. هو هيدا الإيمان موجود بس بالإسلام. مش هيك رب العالمين قال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والله يا جماعة أقرب دين لدين الإسلام هو دين المسيحية. المسيحية هن أقرب شيء، لأنه ما في حدا بالكون بيآمن بسيدنا المسيح وبالسيدة مريم عليهما السلام وبيكرمهم إلا المسيحية والمسلمين. وأكثر ناس هلأ عم بتآمن وتدخل دين الإسلام هن من المسيحية إخواننا الكرام، لأنه يؤمنون بسيدنا المسيح والسيدة مريم. حتى رب العالمين والله بقلب القرآن الكريم قال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، يعني المسيحية، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. بالله عليكم، من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لهلا كم قسيس وكم راهب وكم إنسان مسيحي من العامة دخلوا الإسلام بفضل الله عز وجل؟ لأنه الإنسان المسيحي بس مجرد فتش شوي طلع مرد على الناس اللي عم بتشوه الدين الإسلامي وعم بتشوه صورة النبي عليه الصلاة والسلام، وراح بحث وتطلع شو بيقول الدين الإسلامي، رح بيلاقي مباشرة الحقيقة أخواننا الكرام إذا تفرغ من كل شيء ربع عليه، مثل ما صار معي تماما. بس لازم يبحث بتجرد، لازم يبحث عن الحقيقة ويتوكل على الله ويقول له: يا رب فرجيني الحق وينه أنا بتبعه، يا رب شوف قلبي أنا، مثل ما أنا قلت له رب العين أنا صفحة بيضة يا رب، أنت عبيني سبحانك، عبيني باللي بدك إيه. فالإنسان المسيحي، ما في إنسان مسيحي يا أخواني الكرام لما يقرأ الإنجيل ويشوف تعاليم الكنيسة شو بتقله إلا ما يصير عنده تضارب ويروح يسأل الخوري: طب كيف المسيح هو إله؟ كيف عليه السلام تجسد؟ هل جسد كله ولا شقف منه؟ طب لما مات إذا هو إله كيف؟ بيبلش يسأل. فبالنهاية يا بده يسلم الإنسان المسيحي تما يكفر ويقول خلص أنه أنا آمنت مثل ما بالثالوث الأقدس، أو بده يتمرد وسبحان الله يبحث عن الحق، مثل ما رح يجي هلأ بالفيديو القادم. شوفوا مع الفيديو بنرجع منكمل. لكن سبحان الله الإنسان المسيحي دايما بيكون عنده تضارب هو عم يقرأ الإنجيل بين آيات الإنجيل وبين تعاليم الكنيسة لإله. الأحمد، حضرتك شيخ عبرت من المسيحية إلى الدين الإسلامي، كان اسمك جورج ملكي واليوم اسمك خضر الأحمد، حضرتك كنت فنان أيضا صحيح؟ أحد أفراد الفرقة الموسيقية معك كان مسيحي وعبر إلى الإسلام، وهو اللي يمكن أنعك وقال لك روح فتش عن الحقيقة في الدين الإسلامي. هل الإسلام هو الحقيقة؟ أنا بدي أقول أنه بداية هو دعاني أنه أنا روح أبحث عن الحقيقة، ولكن سبحان الله الإنسان المسيحي دايما بيكون عنده تضارب هو عم يقرأ الإنجيل بين آيات الإنجيل وبين تعاليم الكنيسة لإله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما أشرح لكم إخواننا الكرام ليه الإنسان المسيحي بيصير عنده تضارب وعلامات استفهام حول قراءته لأقوال سيدنا المسيح عليه السلام بقلب الإنجيل يلي بيبين فيها سيدنا المسيح عليه السلام أنه هو بشر رسول مرسل من عند الله مثل كل الرسل اللي إجوا قبله عليهم الصلاة والسلام،
والسلام جميعا، وكان يفرق بينه وبين الله سبحانه وتعالى بقلب الإنجيل دايما، وبين تعاليم الكنيسة اللي بتقله سيدنا المسيح بالثالوث الأقدس. وهذا الشيء اللي بيخلي الإنسان المسيحي يروح يسأل دايما الخوري عن الثالوث الأقدس ويفسر له مظبوط، حتى يعرف هو يعمل وصل بين قراءته لآيات الإنجيل وبين الثالوث الأقدس، حتى يقدر يدافع عن عقيدته، عقيدة التثليث باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد يلي بيؤمن فيها. قبل ما أشرح هذا الشيء بدي منكم تعرفوا إنه هذا الصراع اللي قائم اليوم بين الدين المسيحي والدين الإسلامي حول حقيقة سيدنا المسيح عليه السلام، هذا صراع أخونا الكرام منه جديد، هذا أصلا كان قائم بين أتباع المسيح عليه السلام مدة 325 سنة بعد صعود المسيح إلى السماء. كيف؟ رب العالمين سبحانه وتعالى خبرنا بالقرآن الكريم إنه لما بعث سيدنا المسيح عليه السلام وأرسل رب العالمين لبني إسرائيل، قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة، وهذا الشاهد أخونا الكرام خبرنا رب العالمين، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. فبهالآية إخوانا الكرام بخبرنا سبحانه وتعالى أنه لما أرسل سيدنا المسيح عليه السلام لبني إسرائيل انقسموا إلى طائفتين، طائفة آمنت بسيدنا المسيح عليه السلام أنه هو نبي ورسول مرسل من عند الله، وآمنوا بالإنجيل الذي أنزل عليه وأسلموا معه لله وصاروا مسلمين وهن الحواريين، وطائفة أخرى أخوانا الكرام كفرت بسيدنا المسيح عليه السلام وبالإنجيل الذي أنزل عليه وهن اليهود يلي أتباعهم بعدهم لهلأ كافرين ومنوا المؤمنين بسيدنا المسيح عليه السلام وبالإنجيل الذي أنزل عليه. يمكن حدا يسألني ويقول لي: يا شيخ بس أنت قلت أنه أسلموا لله مع سيدنا المسيح وصاروا مسلمين، ليش كان في مسلمين بوقتها وكان في إسلام؟ وهل سيدنا المسيح عليه السلام كان مسلم ولا كان مسيحي؟ أخوانا الكرام أنا لما تعرفت على هالدين ودرست هالدين وبحثت بهالدين عرفت أنه الإنسان ما بيكون مسلم إلا ما بيكون إلا ما تكون عقيدته صحيحة ويآمن أن الدين عند الله الإسلام. ما في دين إخواننا الكرام عند رب العالمين، عند البشر في كتير أديان، أما عند الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. فكل الأنبياء اللي أرسلهم وبعثهم سبحانه وتعالى بهالأرض كانوا كلهم مسلمين. شو يعني مسلمين أخواننا الكرام؟ يعني مستسلمين لله، مخلصين لله، يعبدونه لا يشركون به شيئا، يدعون إلى لا إله إلا الله. كلهم كان دينهم توحيد أخواننا الكرام، كلهم كانوا يدعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولكن الشرائع كانت بتختلف من نبي إلى آخر. يعني سيدنا المسيح عليه السلام قال بالإنجيل: ألا ما أتيت لألغي الأنبياء ولا الشريعة ولكن أتيت لأكمل. فهو إجا يكمل شريعة موسى عليه السلام، عشان هيك قال: ومصدقا لما بين يدي من التوراة. فهو كان معه التوراة بقلب الإنجيل، ولكن الله زاد على شريعة سيدنا المسيح أشياء لبني إسرائيل ما كانت بشريعة سيدنا موسى، وكمل شريعة سيدنا موسى. واللي بيدل على هالشيء إنه الحواريين كانوا مسلمين قول الله عز وجل في القرآن الكريم: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. سبحان الله أخواننا الكرام، واللي أكد لي أكثر أنه الدين عند الله الإسلام وأنه كل الأنبياء كان دينهم الإسلام، كنت أنا وعم ببحث عن الحقيقة بالتوراة وبالإنجيل وبالقرآن عم نبش وين الحق حتى أتبعه وأوصل للحقيقة اللي بتنجيني بعد الموت ونيل فيها رحمة الله سبحانه وتعالى، كان يخطر على بالي سؤال أنه طيب سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا إسحاق وسيدنا يعقوب يلي هو إسرائيل شو كان دينهم؟ طب بني إسرائيل اللي هن ولاده لسيدنا يعقوب اللي كلهم إجوا الأنبياء منهم، طب شو كان دينهم؟ يعني هل كانوا يهود؟ مستحيل، لأنه اليهود إجوا بعد التوراة وبعد سيدنا موسى عليه السلام. طب هل كانوا مسيحية؟ مستحيل، لأنه إجوا المسيحية بعد سيدنا المسيح عليه السلام وبعد الإنجيل. طب شو كان دينهم؟ سبحان الله، حتى توصلت وقرأت آيات الله عز وجل اللي بخبرنا وبنورنا سبحانه وتعالى إنه شو كان سيدنا إبراهيم عليه السلام، على أي دين كانوا، شو كانوا أولاده على أي دين. فقال سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهودي ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
شفتوا أخواننا الكرام ليه بيقول سبحانه وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. والله يا جماعة اللي بيستمسك بالقرآن الكريم وبيشوفوا الله سبحانه وتعالى معتز بدين الإسلام وعم بيطبق أوامر الله بحياته وعم ينتهي عما نهى عنه الله سبحانه وتعالى، والله بيفتح عليه تبارك وتعالى بأنوار ما بيفتحها على غيره أبدا، بيكون على نور بهالحياة، ما بينضل أبدا وما حدا بيقدر يضله، وبيفتح له رب العالمين كل الحقائق بهالحياة، بيعرف شو صار وبيعرف شو عم بيصير وبيعرف شو بده يصير ومعه خريطة حتى يوصل إلى الله عز وجل. بيقول سبحانه وتعالى عن هالقرآن جل جلاله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. قد ما في ظلمات بهالحياة والناس فايت فيها، في نور واحد هو نور الله عز وجل ما في غيره أخواننا الكرام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. حتى خبرنا جل جلاله إنه الأنبياء كلهم كان دينهم الإسلام، خبرنا عن سيدنا يعقوب عليه السلام هو وعم بيموت أخواننا الكرام اللي هو إسرائيل، جمع أولاده بني إسرائيل، جمع أولاده أخواننا الكرام ما كان همه شيء أبدا، هم واحد شغلة وحدة بس، ما تعبدون من بعدي، شو بدكن تعبدوا من بعدي، على أي دين بدكن تكونوا، شوفوا شو همه. مش مثل هلأ أخواننا الكرام المسلمين ضايعين ما همن أولادهم عشو، على أي عقيدة بيكونوا، على أي دين بيكونوا. ناس بتقلك ما بيأثر، يختار الدين اللي بده إياه هو بس يكبر، وناس سبحان الله هم أولادها بس تدرس وتتخرج وتصير مهندسين ودكاترة، بس ما هم أبدا العقيدة، ما هم أبدا الإيمان الإسلام، قد ما في ضياع بهالدنيا. شوفوا أولاد المسلمين كيف عم بيضيعوا، وأعداء الدين عم بيحاولوا المستحيل يضلوا الأولاد، حتى بديزني إخواننا الكرام، حتى بالكرتون عم بيحاولوا يضلوا ويخلوا الناس تصير ملحدة وتكفر بالله عز وجل أو تكون على أي دين تاني غير الإسلام. سيدنا يعقوب هو عم بيموت خبرنا عنه رب العالمين فقال تبارك وتعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فبني إسرائيل أخواننا الكرام كانوا مسلمين تابعين لبين إسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب، وتابعين لأجدادهم سيدنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عليهم الصلاة والسلام جميعا. والله سبحانه وتعالى وعد سيدنا إبراهيم أنه يجعل العهد بينه وبينه وبين نسله من بعده ويورثهم أرض كنعان اللي هي أرض فلسطين جيل بعد جيل تضل له ولنسله من بعده. فورد بقلب التوراة بسفر التكوين أنه الله قال لإبراهيم وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبديا وأكون إلههم. ولكن بني إسرائيل إخواننا الكرام جيل بعد جيل ضلوا عن سبيل الله وخانوا العهد بينهم وبين الله سبحانه وتعالى وبدلوا دين آباء وأجداد اللي هو دين الإسلام بالدين اليهودي، لأنه بعد سيدنا موسى عليه السلام حرفوا التوراة وكفروا وقتلوا الأنبياء وضلوا الناس عن سبيل الله، مشان هيك الله سبحانه وتعالى عاقبهم وأجلاهم عن أرض فلسطين وبددهم بكل بقاع الأرض. وهالشي ذكر طبعا بقلب التوراة بسفر حزقيال لما الله قال أعلم الأمم أن بيت إسرائيل قد أجلوا بإثمهم لأنهم خانوني فحجبت وجهي عنهم وسلمتهم ليد مضايقيهم فسقطوا كلهم بالسيف. ومشان هيك ورد أخوانا الكرام في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى نبأ سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنه بذريته بده يكون فيه ظالمين وما رح ينالوا عهد الله، فقال جل جلاله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. يعني الكل بده يؤمن بسيدنا إبراهيم، مشان هيك بتشوفوا اليوم اليهود والنصارى والمسلمين كلهم بيؤمنوا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقال سيدنا إبراهيم قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين.
ولكن الله سبحانه وتعالى أخواننا الكرام قبل ما يعاقب اليهود ويجليهم عن أرض فلسطين ويبددهم بكل بقاع الأرض ويسلط عليهم أعدائهم حتى يقتلوهم، أراد برحمة منه سبحانه وتعالى أنه يعطيهم فرصة أخيرة، فأرسل لهم آخر رسول لألهم اللي هو سيدنا المسيح عليه السلام حتى يردهم عن ضلالهم وعن عن الإجران يلي ارتكبوه بحق الله سبحانه وتعالى بتحريف كتابه وتقتيل أنبيائه، وحتى يردهم عليه السلام لدين آبائهم وأجدادهم اللي هو الإسلام. فورد عن سيدنا المسيح عليه السلام بقلب الإنجيل أنه قال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. وبدل ما يتعظوا اليهود إخواننا الكرام ويتوبوا عن إجرامهم بقتل الأنبياء ويقدروا رحمة الله ونعمه عليهم ويآمنوا بسيدنا المسيح عليه السلام ويتبعوه، قاموا خططوا كمان لقتل سيدنا المسيح عليه السلام ولكل المسلمين اللي آمنوا معه اللي هن الحواريين. ومشان هيك سيدنا المسيح عليه السلام لعنهم ووصفهم بأبشع الصفات وهددهم وقال لهم: الله رح ينزع ملكوته منكم، رح ينزع منكم أرض فلسطين، رح ينزع منكم النبوة لأنكم قتلتوا الأنبياء كلهم عم بتحاولوا انه تقتلوني، رح ينزع منكم العهد يلي عقدوا مع ابراهيم ونسله لانكم بدلتوا دين ابائكم واجدادكم اللي هو الاسلام، والله رح يقيم عهده مع امه جديده تثمر ثمر هالملكوت، ورح ينتقل الى ارض فلسطين، ورح تنتقل الى النبوه، ورح تكون من نسل ابراهيم. مشان هيك ورد عن سيدنا المسيح عليه السلام بقلب الانجيل، انجيل متى، بيقول: لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارها. مشان هيك الله سبحانه وتعالى نقل عهده من نسل إسحاق ويعقوب اللي هو إسرائيل لنسل إسماعيل يلي هن كلهم أولاده لسيدنا إبراهيم عليهم الصلاة والسلام جميعا، حتى يضل العهد بنسل إبراهيم من بعده. مشان هيك الله سبحانه وتعالى قال لبني إسرائيل بالقرآن الكريم: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة. الله أعطى بني إسرائيل، آتاهم الكتاب، نزل فيهم التوراة والإنجيل والزبور، وعطاهم الحكم بالأرض أنه يحكموا بما يرضي الله ويبلغوا الناس دين الله عز وجل ولكن كفروا، والنبوة أكثر الأنبياء طلعوا من بني إسرائيل. قال لهم رب العالمين: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فنزع الله سبحانه وتعالى الكتاب والحكم والنبوة من بني إسرائيل وجعلهم ببني إسماعيل، تماما مثل ما هددهم سيدنا المسيح وقال لهم: سينتزع منكم ملكوت الله ويعطى لأمة تثمر ثمره. وطلع من ذرية سيدنا إسماعيل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فصارت النبوة هون، وقام وأنزل عليه رب العالمين سبحانه وتعالى القرآن الكريم الرسالة الخاتمة فصار الكتاب كمان هون، وأمره سبحانه وتعالى أنه يحكم بالأرض بما يرضي الله، ووكلوا أنه ينشر دينه دين الإسلام بكل بقاع الأرض اللي هو مش بس دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام بل هو دين كل الأنبياء ودين آباء وأجداد بني إسرائيل. كما هيك الله سبحانه وتعالى أمر بني إسرائيل وكل أهل الأرض أنه يتبعوا هالنبي بهالدين العظيم يلي إجا فيه. وكل اللي آمنوا اليوم بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام واتبعوه صاروا مسلمين ورثوا أرض كنعان اللي هي أرض فلسطين اللي هن اليوم فيها، ولكن اليهود عم بيرجعوا على هالأرض ويقتلوا المسلمين ويقولوا هيدي أرضنا أرض أجدادنا، لأنه كفروا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وما آمنوا فيه وما رضيوا أبدا أنه ينتقل العهد من نسل إسحاق لنسل إسماعيل. ولكن الله سبحانه وتعالى شاء، وقال رب العالمين: الله أعلم أين يجعل رسالته، مش أنتوا بتقرروا هالشي، وللأسف أنا عن الناس بهالشي. واليوم المسيحية إخواننا الكرام إذا بدقوا شوي باللي أنا عم بقوله واللي أنا بينته رح يعرفوا أنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام إجا بالدين الحق، إجا بدين كل الأنبياء وبدين سيدنا المسيح عليه السلام، وما رح يآمنوا بالتوراة يلي قال لهم عنا سيدنا المسيح عليه السلام أنه اليهود حرفوها وأنه قتلوا الأنبياء، ورح يآمنوا بالقرآن الكريم يلي بيشهد لسيدنا المسيح بكل بقاع الأرض أنه المسيح عليه السلام مرسل من عند الله، وأنه السيدة مريم عليها السلام غصبا عن اليهود من زانية، وأنه الله سبحانه وتعالى أرسل سيدنا المسيح وهو كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه. بس لو بفتشوا شوي وبدقوا شوي باللي أنا قلته رح يوصلوا للحق يلي أنا وصلت له، ورح بيشوفوا هالآية العظيمة بهالأرض أنه دين الإسلام هو منه دين النبي محمد بس، بل هو دين كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو دين أجداد وآباء بني إسرائيل. وآية عظيمة الله سبحانه وتعالى جعلها لكل الناس، هالدين عم بيتحارب بكل بقاع الأرض وعم بيتقتل أتباعه، ورغم هيك هو صار الدين الثاني بكل أديان الأرض
أكبر تاني دين بقلب الأرض. وقالوا الباحثين وهني من المسلمين عم يبحثوا بالأديان أنه بسنة 2050 إذا ضل عم ينتشر الإسلام هيك رح بيكون الدين الأول ويحتل المرتبة الأولى بقلب الأرض، حتى يتم قول الله عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. I'm quite surprised to see quite a sizable number of Muslims here in Korea. Did you, were you able to find out some of the reasons that they turned to Islam? Right, a lot of them have, of course, different reasons of how they were first introduced to Islam. Many of them I talked to, they first studied it on their own out of curiosities. And after studying it, they have peace and joy themselves. 20,000 Americans every year decide to convert to Islam. These converts say they don't regret their decision at all. Growing numbers of young Australian men and women who are converting to Islam. One of the world's largest religions is gaining followers from a very unlikely community. A growing number of Hispanics are changing their religion and following the teachings of Islam. 4000 personnes en moyenne chaque année, généralement des jeunes et de culture ou de foi chrétienne, choisissent de devenir musulmans. According to a report by Faith Matters, the UK is seeing a surge in Brits converting to Islam. In the last year, around 5200 people in Britain converted to Islam, as many as 100,000 have converted in the last decade. Warum dennoch immer mehr Deutsche zu Moslems werden? Martin Turoxel berichtet. It's the world's fastest growing religion, Islam. Islam is the fastest growing religion in the world. Islam remains the fastest growing religion. Islam is the world's fastest growing religion. Census suggests many of them are turning to Islam. Islam is the fastest growing religion in all of Canada. Islam is growing faster than ever, with some studies suggesting it could eventually become the dominant faith. Martin's Polly Boyko has the story. The number of Muslims living in Japan, though small, has more than doubled in the past decade. How big Islam has become in Russia's capital city. Tens of thousands come to mark Ramadan, so many that some must even pray outside. 5,000 people converted to Islam in the UK. Laut einer Studie sind seit 2004 jedes Jahr rund 4000 Bundesbürger zum Islam übergetreten. Das sind viermal so viele wie in den Jahren zuvor. The number of converted Muslims in Norway increased to at least 3000. Now priests and preachers enter Islam. Many of the miracles that Jesus had done, I found them in the Quran. There were even a couple of Jesus' miracles mentioned in the Quran that were not mentioned in the Bible. What brought me to Islam is me trying to convince someone else to become a Christian. In fact, she says it was Jesus himself who led her to Islam. You think Jesus led you to become a Muslim? Yes. Yes. Muslims believe in Jesus. We love Jesus. وإذا بدنا نرجع لقول المذيعة رابعة الزيات لما سألتني وقالت هل الإسلام هو الحقيقة؟ نعم ست رابعة، الإسلام هو الحقيقة الوحيدة في هذا الوجود.